مساء النور، مرحبا بكم عندنا. الله يسلمك. ربما المشاهد الجزائري يشوف قصر لالا مريم لأول مرة، تقدري تعرفينا بهذه المؤسسة؟ نعم، قصر لالا مريم احنا نبيعوا القفاطن ونكريو، كذلك نجيبوهم من المروك نخيطوهم لتما، عندنا خياط سبيسيال، عندنا دي بخي ريزونابلوز. تخيطوا غير سبيسيال القفاطن؟ نعم، لي كافتون او لي روب كافتون اللي تلبسهم العروسة في الصباح ديالها، يعني القفطان ولي مودرن، يعني يكون عصري. نعم عصري. واكيد هذا القفطان اللي راكي لابساته اليوم من مجموعة تاع قصر لالا مريم. نعم، من مجموعة قصر لالا مريم. نعم. وكيفاش جينيرالمون يكونوا لي كوموند تاع العرايس من الجزائر؟ طبعا يكونوا لي كافتون، كثرتها لي كافتون العرايس ولي روب كافتون تانيت. شكرا لك، اتمنى لكم التوفيق.